غادي نتكلموا اليوم على عده قضايا قطاعيه شائكه انيه، من بينها مشاكل قاموا بها بعض الفنانين في بعض المنصات، وكذلك مشاكل قطاعيه مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومع المديريه العامه للضرائب، وكذلك وزاره الشباب والثقافه والتواصل قطاع الثقافه. مؤخرا كانت واحد الضجه عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي للمجتمع ديالنا المغربي وكذلك الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج، سنكروا لواحد الحدث اللي قام به واحد الفنان مؤدي الراب طوطو، وهو في المنصه كي انيمي وكيدير له الشو ديالو، يعني كيتكلم شي مفردات شي كلام يخدش الحياء وكيمس بالدين ديالنا وكيمس بالبلاد ديالنا وبالناشئه والشباب ديالنا. حنا بدورنا كنقابه استنكرنا لهاد الموضوع، ولكن دائما ما كنرجعوا كنقولوا هذا ولدنا وخاصو يتاثر وخاصو يتكون في المجتمع ديالنا ومن بعد يولي مزيان. دخلوا عدة هيئات نقابية على الخط بخصوص الدعوات في المحاكم، وكذلك الصحفي والإعلامي القدير ستيجيني بخصوص الشكاية اللي كانوا وضع. فعلا طوطو تم التوقيف ديالو ومنعه من مغادرة التراب الوطني. احنا ماشي ضد هاد الشيء، احنا عارفين القضاء مستقل والنزاهة ديالو، وكان الحمد لله احنا كنأمنا في دولة دستورية لها دستور ولها قوانين، عارفين بان هاد الناس ما غاديش يحرموا الفنان من حريه الابداع ديالو ويهضر كيف ما بغى يدير كيف ما بغى، غير احترم بعض الامور. احنا بدورنا كنقابه استنكرنا الموضوع، احنا ماشي ضد طوطو ولكن ضد الطريقه باش كي انيمي فلاسين. هاد المهرجانات حسب تصريح وزاره الشباب والثقافه والتواصل قطاع الثقافه اللي كتقول كيحضرها اكثر من 150 الف متفرج، هاد 150 الف متفرج راه ماشي كلهم كيكونوا ديزادلت، ناس كبار كيكونوا اطفال يافعين شباب، وكي من تما كياخذوا رسائل ماشي في الصالح ديالهم وماشي في صالح المجتمع. حنا في دوله اسلاميه وكنشوفوا في الناشئه ديالنا اللي هي مستقبل الاوطان بانها غتكون هي الخلف، خير الخلف الصالح لهذ البلاد، هي اللي غتخدم هذ البلاد، ولا حاولنا نلقنوها امور سيئه اللي ماشي في السن ديالها. سيرتو كتلقى واحد الوليد ولا واحد البنيه مع امها وباها وخوها كيسمعوا قله الحياه مباشره في مهرجانات تحت الرعايه الساميه ومن تنظيم وزاره الثقافه. فعلا كما كنأكد لك احنا ماشي ضد طوطو ولكن ضد الطريقه باش كي انيمي بها في المنصه. طوطو كنطلبوا ليه الله يهديه ويتراجع على بحال الاعمال، اي الفن ديالو زوين وكنعرفوا بان الراب فن الشارع وهذا متداول عالميا، نحن مع حريه التعبير ولكن نحترموا الشعب ديالنا ونحترموا الوليدات ديالنا باش ما نلقنهمش شي امور اللي غادي تساهم باش غادي نميعوا بعض الامور في هذا المجتمع ديالنا الاسلامي. طلبوا منا بزاف ديال الناس وبزاف ديال الفنانين باش ندخلوا كهيئه نقابيه في هذه الامور، وحنا بدورنا نوضعوا الشكايه ونتابعوا الشخص المسمى طوطو. ولكن بعد تفكير معمق فكرنا بانه ما كاينلاش طوطو كيبقى مغربي ولد المغرب، وكنظن بان الدوله والقضاء دار الخدمه ديالو، وطوطو عرف الاخطاء ديالو واعترف امام الملاء بانه خطا واعتذر من المسؤولين ومن الامن الوطني ومن المجتمع المغربي، وكنظن ان الله غفور رحيم. نتكلموا على القضايا القطاعيه الشائكه اللي من بينها ورش الحمايه الاجتماعيه، هذا الورش اللي جاب تعليمات ملكيه ديال سيدنا الله ينصرو ويطول في عمره من بعد جائحه كورونا اللي اثرت بالبلاد ديالنا في شتى القطاعات. الوقت اللي فكروا باش يدعموا بعض القطاعات، القطاع الفني كلقاو قطاع غير مهيكل، رغم انه عنده قانون تنظيمي، قانون الفنان والمهنه الفنيه 68/16، ولكن للاسف لم يفعل بعد ولم تفعل بعض المراسيم كذلك. هنا سيدنا ارتاى انه خصو يفكر في جميع الشرائح وعطى التعليمات ديالو للحكومه والصندوق الوطني، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديريه العامه للضرائب باش يلقاو حل لهذ الفئات. من بين الفئات اللي استفدت من هذا الورش هي الفئات الناس اللي كيزاولوا المهن الفنيه، وكما كتعرفوا الناس اللي كتزاول المهن الفنيه سواء كيكون عنده اعتماد وزاري بمعنى البطاقه المهنيه الفنان، او كتكون عنده بطاقه المقاول الذاتي او الباتنت الضريبه المهنيه. وقع واحد المشكل يخالف القانون، قانون الفنان، هو ان وزاره الثقافه لما طلب منها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تزويده بلائحه الفنانين المهنيين، عطاوهم واحد اللائحه
ولم يفرقوا ما بين الفنان الأجير أو الفنان المستقل، وهذا اللي خلق مشاكل قطاعية لم نجد لها حل إلى يومنا هذا، رغم أننا رسلنا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقمنا مع 3 اجتماعات تواصلية متتالية رسمية موثقة بالمحاضر وبالصور وبالفيديوهات كذلك، عطيناهم ها علاش هادشي راه ماشي صالح لنا حنا في القطاع الفني، ها كيفاش خاصها تكون الامور. رسلنا السيد محمد بهدي مسعيد وزير الثقافه كذلك. لحد الان المهنيين عندهم واحد المشكل قطاعي اللي هو هاد التغطيه الصحيه، لما كيتوجهوا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كيطلبوا منهم باش يخلصوا لامو على البطاقه المهنيه وعلى الضريبه المهنيه او ميم طون، وهذا خطا. أنا لا يمكن تخلص لامو جوج جوج، رغم أن القطاع الفني عنده تعاضدية الوطنية للفنانين، حتى هي أما مؤسسة بظهير 63 سيدنا كنفكر في الفنانين في سنة 2007 وتأسست هذه التعاضدية وكتخدم القطاع الفني فقط، وجميع الفنانين كيستافدوا من الامتيازات ديالها. بعد مشاورات ومراسلات واجتماعات ولقاءات رسمية مع عدة إدارات التي كيخصها هذا الأمر هذا، كان عندي لقاء مع السي محمد بن سعيد سيد وزير الثقافة، وسألته بخصوص ورش للحماية الاجتماعية وخصوصا التغطية الصحية. قال لي السي الترابي خاص كاع المهنيين ديالنا الفنانين خاصهم كلهم تكون عندهم التغطية الصحية في آفاق سنة 2023، خاص كل شيء يكون يستفيد من الخدمات ديال التغطية الصحية، رغم أنه كاين إشكالية الطريقة باش خداو هذاك القدر المالي، كيفاش فكروا أنهم يديروا 184 درهم في الشهر لهاد المهنيين، رغم ان الفنانين كانوا كيخلصوا غير 700 درهم في السنه لدى التعاضديه الوطنيه للفنانين، وكذلك كيستافدوا من رومبورسمون ديال 80%. بقات الامور شد ليا نقطع عليك، التعاضديه الوطنيه للفنانين بدورها ما دخلتش على الخط، ما حركت حتى شي ساكن وما دارت حتى شي حاجه، ولكن في لقائي مع السيد الوزير خبرني بان التعاضديه ربما غتبقى غير تكميليه فقط. من هذا المنبر ديال انفاس بريس كنقول جميع الفنانين المغاربه ان الورش الملكي على راسنا وعينينا، وبانه يتوجب علينا ان كنا نكونوا محميين بالتغطيه الصحيه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذا من اجلنا ومن اجل وليداتنا والاسر ديالنا باش نوفروا لهم ظروف صحيه ملائمه. اذا نمروا الموضوع اخر، هو موضوع الاقصاء والتهميج التلفزي وكذلك شهاده البث التي تمنحها لجنه الاستماع بالاذاعه الوطنيه بمدينه الرباط. هذه شهاده البث اللي كيطلبها من الفنانين المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاوره، هي كانت وثيقه جاري بها العمل، ولكن في لابيريود ديال الكورونا كان المكتب ما بقاش كيطلبها، يعني استغنى عليها باش يستقطب لو ماكسيموم ديال الفئات اللي كتزاول هذه المهن الفنيه باش يستافدوا من حقوق الملكيه الفكريه ومن المستحقات والتوزيعات ديال الملكيه الفكريه. وحاليا رجعوا كيعملوا بهذه الوثيقه، هذه الوثيقه كيلقاو فيها الفنانين عده مشاكل، وحنا بدورنا كنقابه مهنيه لحمايه ودعم الفنان، نقابه وطنيه ولها تنظيم على المستوى الوطني، قمنا بعده مراسلات للسيد رئيس المدير العام للشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه، وتم التجاوب مع ذلك، وتم تخصيص لجنه الاستماع خاصه بالاغنيه الامازيغيه للفنانين الامازيغ، وكذلك لجنه خاصه بالاغنيه المغربيه، ولات هذه الشهاده كتعطى بسرعه، يعني في ظرف وجيزي وظرف شهر من بعد ما كانت كتعطى حتى لسنه سنه ونصف، وشوف واش تاخذها ولا لا. الحمد لله القطاع الاتصال كيجاوب، وكذلك بخصوص الدعم اللي كان كيتوضع بطريقه كلاسيكيه عبر اوراق الى اخره، اليوم الحمد لله الوزاره جاوبت مع الملف ديالنا المطلبي لسنه 2022، وتم انشاء منصه رقميه خاصه بالدعم، وكذلك من بين المطالب ديالنا هو انشاء منصه خاصه بالبطاقه المهنيه للفنان، وتم انشاؤها وتجاوب معنا قطاع الثقافه ومديريه الفنون، وكنظن بان القطاع غادي كيتجاوب مع عده امور. نسأل الله التوفيق للجميع، واللي كنوصي عليه المهنيين هو يحاولوا يطوروا من الانتاجات ديالهم ويخدموا شويه على الماركتينغ والتسويق المنتوج باش يسوقوا الاغنيه المغربيه كوميلفو بشتى انماطها وانواعها. ودائما احنا كهيئه النقابيه تبقى مكاتبنا رهن اشاره جميع الفنانين والمبدعين عبر ربوع المملكه من اجل خدمتهم ومواكبتهم اداريا وفنيا وتقنيا، كما نتمنى من السيد وزير الثقافه أن يعطي تعليماته للمدراء الجهويين من أجل تسهيل المساطر الإدارية في إطار إنشاء لوجينات خاصة بالبطاقة المهنية للفنان في قرار المنح أو الرفض،
وكذلك إعطاء تكافؤ الفرص لمجموعة من الرواد والشباب المهرجانات التي تنظم تحت رعاية وزارة الثقافة. لأنه كنشوفوا اليوم أن يكون إقصاء ممنهج لعدة فنانين خصوصا الفنانين النقابيين عبر القنوات التلفزية وكذلك عبر المهرجانات التي تنظمها الوزارة ومديرية الفنون، وهذا غير صالح بتاتا. كنعلموا بأن الشخص المعني بالأمر كسيد الوزير وسيد مدير الفنون يعني ما غاديش يوصلوا لهذا المستوى، ولكن كاين الناس آخرين في الكواليس اللي كيحاربوا الفنانين، وهذا الشيء خصو يستوبوا. حنا في بلاد دستورية وديمقراطية سلوى وتحت شعار واحد هو الله الوطن الملك، وسيدنا اللي نصره دائما كيتكلم على الشباب وعطاء فرصة للشباب. لهذا بارك من خصو في الشباب.